مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. ويسعدنا النهارده ان يكون معانا في حلقتنا الاستاذه الاعلاميه طبعا عبير خليفه، هتقدم معانا برنامج اهل كايرو في اول يوم ليها معانا في موسم جديد لبرنامج اهل كايرو. ويسعدنا يكون ضيفي وضيفكم النهارده طبعا الاستاذ ايمن كين. بس قبل ما ابدا فقرتنا النهارده، عايز اتقدم بخالص الاعزاء لشهداء الوطن في حادث الاليم بتاع سجن تورة اللي استشهد فيه 2 ضباط وامين شرطه طبعا من 4، كان في 4 تكفيريين محكوم عليهم بالاعدام حاولوا الهرب واستشهد فيها 2 ضباط وامين شرطه، يحتسبهم عند الله شهداء وان شاء الله ربنا يجعلهم من اهل الجنه. وبرضه بتقدم بخالص التهاني للعقيد العميد مصطفى محمود للجهود المبذوله في توفير الامن والامان، ومصر هتفضل باقيه بقائدها وبجيشها وبشعبها رغم كل الخونة اللي بيدعوا لدمار مصر، بس مصر هتفضل قايمة لأن مصر آمنة وربنا حافظها لغاية يوم الدين. أهلا بيك النهاردة يا أيمن. أهلا بيك أستاذ تامر. إحنا سعداء بيك النهاردة نجم النجوم. والله وأنا مبسوط اللي أنت موجود معانا النهاردة، وسعداء اللي أنت موجود في برنامجنا النهاردة. وعايزين نعرف بقى من أيمن كين إيه آخر أعماله؟ والله آخر أعمالي فيلم اسمه زنزانة 7، كان بطولة نضال الشافعي، أحمد زين، منة فضالي، هو بيتعرض حاليا في دور العرض السينمائي. كنت عملت كم مشهد فيه أكشن برضو كويس يعني أنا ونضالي. طيب يا عبير النهارده أنا سعيد بيك يا عبير، وسعيد اللي أنت موجودة معانا النهارده برضو يا عبير. أنا أسعد. وإحنا عارف إن أنت دايما بتحب الفن وبتحب أمور الفن، وإحنا النهارده سعداء إن معانا النهارده نجم، ومعانا نجم موجود على طول، نجم أكشن. وعايزين بقى نعرف النجم برضو يعني ايه بدايته بدات منين. اكيد والله انا بمسي عليك الاول طبعا، بمسي على الاستاذ عبير. انا بدايتي بدات كلها اكشن من الجسم والكلام ده، كل ادواري عباره عن اكشن وضرب وخطف والكلام اللي هو كده. بس انا في الحقيقه طيبين يعني، هو بيبقى ادوار بس يعني تقمص بس الشخصيه. عملت افلام كتير واعلانات وكليبات كده يعني. اولا بنبارك لك طبعا على الفيلم الجديد. الله يخليك. الله يبارك. وعايزين نعرف طبعا دورك في ايه. دوري باستفاضه كده عباره، هو مش دور كبير لان طبعا كان العمل مش محتاج قوي الاكشن ده. هو يعني احنا في عباره عن نايت كلاب، وانا فيه بتصدى لمين؟ لنضار الشافعي واحمد توامي واحمد زاهر، لانهم بيترددوا على طول على النايت وبيحصل خلافات بقى ومفارقات، فمن هنا بيبقى كوميدي واكشن في نفس الوقت الاثنين دول. ايه اللي خلاك بقى تدخل في ادوار الاكشن؟ والله غصب عني انا دخلت عشان جسمي يعني، هو حدد لي نوعيه الادوار مش انا اللي اخترتها. بس بلعب ساعات كوميدي يعني، احيانا بلعب كوميدي. كويس. طب انا عايز اعرف برضو ايمن انه هو الادوار اللي انت بتحس فيها بايمن كين. والله الادوار اللي فيها اللي فيها الشر اللي انا ما بقدرش العبه بره يعني في الحياه العاديه، فبقدر العبه في الافلام. يعني حياتك العاديه بتكون من غير عنف، من غير شر، لا من غير بلطجه، من غير اي حاجه. لا بالعكس، فانت بتعوضها في الافلام عشان تطلع طاقه موجوده. أيوة لشخصيتك اللي انت بتحبها في الافلام نفسها غير الطبيعه نفسها. فعلا لانك مش هتعرف تطلعها في الطبيعه. طب انا شفت ليك كذا شكل وكذا كاركتر في افلام كتير مختلفه، ازاي ان انت بتقدر تغير الاشكال، بتقدر تغير الشخصيه من شخصيه لاخرى في فيلم لتاني، دي ازاي بتقدر والله على حسب نوعيه الدور نفسه. لو عايز مثلا سوري اللي هو بلطجه بنبقى حالق خالص شايل كل حاجه، لو في تعويضات حاجات بتتعمل مكياج دي بتتعمل. دور مثلا عايز وسامه بنعمله يعني. انا بحب اتنوع بكل الانواع يعني، ما بحبش اتحط في قالب معين. يعني انت ما بتحبش شكل محدد فعشان كده متغير. أوه. انا شفت لك حاجات كتير وما عرفتكش في الحاجات كلها لان كان شكلك مختلف. فعلا. شفتك في دور فتوه كنت عامل شنب كبير كده. أيوه. شفتك في دور برضه كنت حالق خالص فعلا. ممكن كوميدي، ممكن اكشن، يعني انا بحب العب الادوار المتنوعه. هو الشكل هم بيلعبوا فيه المكياج والكلام ده ممكن يتغير يعني، هو ممكن يخليك تبقى زي سوابق مثلا، ممكن يخليك زي مثلا وسيم. هم بيقدروا بالمكياج بيعملوا النوع ده، بيقدر انه يلعب في الشخصيه. بيلعب في الشخصيه نفسها. وفي الشكل. عايزين نسالك يا ترى دي اخر اعمالك الفنيه ايه؟ والله انا عملت ده ولا في اعمال فنيه؟ انا داخلين فيلم جديد مع استاذ بلال صبري المنتج اللي هو بتاع زنزانه 7 برضو. طيب. وعملت بقى محمد حسين اللي هو اخراج انتاج السمكي، اخراج محمد علي، بطوله محمد سعد. وعملت بقى انا دايما بعمل اعلانات وكليبات اكتر
لانها بتبقى سريعه وفي نفس الوقت انتشارها بيبقى اقوى واكتر. طيب لان اتفضل. عايزين نعرف حياه ايمن كين، الحياه بقى اللي هي الشخصيه. والله انا حياتي عاديه، الجيم والبيت. انا متجوز، بيتي والجيم والسينما، هما التلات حاجات اللي في حياتي دول كلهم. هي حياه ايمن كين الشخصيه هو الجيم والبيت والسينما، والسينما فقط. والسينما بس اه، والخروج يعني بقى اصحابنا سواء كانوا عالميين زي استاذ تامر، ما هو صديقي عالميين. طبعا انا سعيد طبعا يا ايمن. اه والله يا تيمو، ربنا عايز ابارك لك، اقول لك عضويه مجلس النواب ان شاء الله. ان شاء الله، لان هو اضرب الناس، فباذن الله يستحقها يعني. ان شاء الله باذن الله. ايمن دعواتك يا ايمن يا رب. دي شهاده استحق بيها. في الخدمات طبعا الاجتماعيه ما شاء الله عليه، اهالي شبرا عامل حاجات جميله جدا ليها. يعني انا عرفته. انا بشكرك يا عبير وبشكر ايمن طبعا لاطار الحلقه اللي احنا خرجنا عنه، بس انا بشكركم فعلا لدعمكم. بس انا عايز اتكلم بقى، ايه رايك في زمن الفن الجميل وزمن الفن دلوقتي؟ احنا شفنا زمان كان في الفن رساله، كان بيؤدي رساله، رساله احترام، كان بيؤدي رساله الجار بيسال على جاره، كان بيؤدي رساله، رساله تربويه. الفن في الفترات الاخيره يعني هو يمكن دلوقتي النقابات ابتدت تعدل شويه من الامور اللي احنا كنا شفناها. تمام. كان في امور بلطجه، امور شفناها في الافلام اللي هي حدثت في الفترات اللي هي من بعد الثوره على طول، شفنا حاجات خارجه عن العادات والتقاليد والقيم بتاعتنا المصريه، شفنا حاجات بيقلدها الشباب، شفنا حاجات بيقلدها الاطفال، وبالذات ان التي في بالاخص ابنائنا كلها بتتفرج على هذا المشهد وبتكتسب منهم حاجات كتير. فانت شايف الفتره اللي احنا موجودين فيها دي، الفن ابتدى ان هو يرجع للعادات والقيم بتاعتنا بتاع الزمان، ولا لسه زي ما احنا؟ لا لا فعلا. عايز اقول لك يا استاذ تامر ان التوجه دلوقتي في السينما وفي المسلسلات اظهار الدور الايجابي للبلد او للدوله او للشعب. يعني انا كنا زمان في فتره كلا الثوره كنا بنعمل الادوار اللي هي من عبده موته والكلام ده، اللي هي لا، احنا الوقت الاتجاه العام اللي اظهر الحاجات الحلوه اللي في المجتمع، مش كله سلبي، في سلبي وفي ايجابي بس مش كله سلبي. عايزين نظهر الحاجات الحلوه، ما في دكتور ناجح، في راجل رياضي ناجح، ليه دايما اركز على البلطجي او السوابق؟ ليه؟ استفيد ايه؟ وافيد المجتمع فيه؟ فالتوجه العام دلوقتي في السينما اللي هو بقى اظهار الحاجات الايجابيه الحلوه. ولما الاستاذ تامر مرسي ما شاء الله عمل الشركه، وبقى الانتاج دلوقتي له قيمه، يعني بقى ايه؟ بيشوفوا الافلام الاول، بيشوفوا ايه اللي ينفع وايه اللي يظهر وايه اللي لا. اي حاجه على فكره تخدش المجتمع ما عادتش بتظهر. لو تلاحظ كان الاول تلاقي جميع الافلام سوري يعني عريه والكلام ده، لا دلوقتي، لا دلوقتي تلاقي في تقنين للمساله دي. انا مثلا انا في زنزانه سبعه استاذ عبير كان ليا كلام كتير بقوله في كم مشهد، للاسف الرقابه حذفته، وعادي انا مبسوط لان ممكن يكون هم شافوا ان ممكن كلمه مش تخدم المجتمع. اكيد. فانا مبسوط، لا مش يعني مش زعلان. اكيد احنا بنبقى مبسوطين لما بيكون في عبير رقابه، بيبقى الرقابه موجوده بتراجع كل كلمه. لان استاذ تامر هيدخل بيتي، هيدخل لاختي ولمراتي والكلام ده ما ينفعش. طب لو سالت ايمن كين بقى، مين القدوه الحسنانيه والقدوه اللي شافها في التمثيل وحببته في التمثيل؟ اه في التمثيل طبعا الاستاذ احمد السقا بحبه قوي، واستاذ احمد عز نفسي اعمل معاه شغل. انا عملت مع استاذ امير كراره، انما لسه استاذ احمد عز نفسي اشتغل واقف قدامه. هو استاذ احمد انا بحب اللي هو اللي هو ابن الناس، اللي هو بيجيب حق الناس، اللي هو الاكشن اللي له قيمه، مش الاكشن اللي هو البلطجه. ابن البلد. اه ابن البلد بيقدر ان هو ابن البلد اللي هو ابن ناس، يعني انا ابن ناس وابن بلد. طب نطلع نشوف مشهد مع امير قراره ونرجع تاني كده من المشاهد بتاعت ايمن كين، والساده المشاهدين برضو عايزين يشاهدوا معانا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا مشهد من فيلم زنزانه. طبعا واحنا سعداء طبعا ان احنا بنشوف دايما الجديد لايمن كين، وبنشوف تملي اعمال جديده، وبنشوف حاجات كتير بتخدم المجتمع وبتخدم البلد اللي احنا موجودين فيها، لان البلد ليها علينا حق كلنا طبعا. احنا كلنا ايدينا في ايدين البلد، وكلنا بنحب نشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا كلها. وطبعا احنا شفنا قائدها، قائد عظيم، قائد ثوره، شفنا عمل انجازات كتير في طبعًا. فتره قليله، عمل مصانع وعمل كباري وعمل شبكه لا فعلا وحاجات كتير. انا عايز اقول كلمه، عايز اقول ان احنا وراك يا ريس، احنا معاك، لان طبعا ده راجل بيبني، ده راجل بيبني، راجل عايز مصر تبقى احلى، عمل ايه وحش؟ انا شايف كمان جهود من وزاره الداخليه،
شايف المباحث نفسها؟ يعني انا بلاقي عندنا في العالم مثلا مباحث التربيه على سبيل المثال بتلف على طول، يعني بتلف بتحفظ الامن ليل نهار، يعني انا بنبقى نايمين في البيت بالليل وهم في الشارع تحت. طب ما ده يعني هم نسيوا الفترات اللي فاتت، نسيوا الفترات اللي ما فيش امن وامان، ما كانش في امن وامان، انما دلوقتي في امن وامان. فانا في بقول ناس كتير من منبرك ده هذا استاذ تامر ومنبر استاذ عبير ان انا احنا كلنا معاك يا ريس الاعلاميين، كل واحد ليه دور في المجتمع وكلنا واحنا عايزين الدوله تستقر، كلنا لازم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وعشان وبنقول لا للخونه ولا لاي حد، الفن رساله الاعلام والرساله اللي موجوده للامن والامان اللي موجوده لامننا الجميل. بس انا عايز افاجئه برضو في اغنيه دي هنسمعها مع الليسي، نطلع نشوفها ونرجع نكمل معاك يا استاذ علي. اتفضلوا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا الاغنيه الجميله دي، ونحب نعرف من الفنان الجميل اللي واضح انه عاشق لتراب مصر في الحوار اللي دار بيننا وبين بعضنا في الفاصل، ونقول له ايه الكواليس اللي دارت بينك وبين محمود الليسي، نحب نعرفها. اه والله كواليس جميله، يعني هو محمود الليسي موتني من الضحك بصراحه، يعني كوميدي وابن بلد بطريقه فظيعه، وقعدنا نضحك. ده طبعا كنا في الاستوديو كان تامر حربي اللي هو المخرج، واصلا هو قال لي خليك كوميدي مع فيصل الراشد اللي هو المطرب الثاني الكويتي، فبقيت كوميدي معاه اقعد ابص له كده واضحك علشان يعني ايه نعمل حته كوميدي، هي كوميدي يعني. فطبعا كان عمل كويس قوي وممتع وعمل صدى على فكره كبير على الافلام كمان السينمائيه، لان طبعا محمود ماله مش من شهره والكليبات عاده بتظهر كتير، فالحمد لله يعني عمل صدى حلو يعني. بعيد عن طبعا الجو الفني خالص، انا شايفه ان حضرتك بتتكلم كتير قوي قوي قوي، بتحب بلدك وبتحب وطنك، بتحب رئيس، بتتكلم كلام حلو قوي قوي، عاشق لتراب مصر طبعا. فكلمنا يعني عن سيبنا بقى من موضوع الفن ونتكلم عن عشق مصر وحب طبعًا مصر. طبعا اصل يعني انا بايد القياده السياسيه في كل حاجه لانها بتبني وبتدرس وبتاخد وقت. اه احنا لازم طبعا احنا يعني بنمر بظروف، معنا كنا طالعين من ثوره، انما في بقى الخونه والناس اللي بره والكلام ده عايزين البلد تخرب، مش عايزينها تستمر. الاستقرار اللي احنا فيه والامان كفايه. انا وانا جاي المدينه مدينه الانتاج كنت باجي الاول مش بلاقي معظم الكباري دي من عندنا، من الهرم مثلا مشعل لقيت كوبري جديد، كل ما اعدي الاقي كوبري جديد ومبني على مستوى، يعني مش مبني كده وخلاص. فطبعا كل ده انجاز لينا للبلد، كفايه الامن والامان اللي احنا فيه. فانا بقول نعم يا ريس، واحنا كلنا وراك وعايزين البلد تستقر وتبقى احلى بلد في الدنيا، واحنا المصريين معروفين ان احنا احسن مواطن في العالم كله. بس هو دايما بيبقى ايه مصر مستهدفه دايما، لان طبعا اللي بيبقى ناجح وبيبقى كويس بيبقى دايما مستهدف، دايما له اعداء. فانا اتمنى برضه بقول يا ايمن وبقول يا عبير ان كل واحد فينا ليه رساله لبلده، كل واحد من جوانا لازم يؤدي رسالته في حب بلده. الفنان ليه رساله بيأديها، لازم يؤدي رساله كويسه لبلده. شفنا فنان خاين طلع بره البلد، شفنا فنان خاين قعد يهاجم البلد مع انه هو اتربى في البلد واتعلم في البلد واشتغل في البلد وعاش في البلد، ومع ذلك فهو خاين وهيفضل طول عمره خاين. شفنا فنان وطني برضه بيتكلم عن بلده، بيتكلم عن تراب بلده، بيتكلم عن انجازات اللي موجوده في بلده. ده هي دي الوطنيه، الوطنيه بتبقى من جوانا مكتسبه يا عبير، ما بتبقاش ان احنا بنصطنعها، لان احنا تربينا في تراب البلد دي وعشنا في البلد دي. فاحنا تملي بنقول بلدنا اجمل بلد في الدنيا وهتبقى قد الدنيا زي ما الرئيس قال. ويشوف مفيش خوف طبعا علينا طبعًا، واحنا ورانا طبعًا بطل جسور زي رئيس عبد الفتاح السيسي. اه طبعا بنعيده ربنا معاه يا رب. شرطتنا جميله بتتعب، الشرطه بتتعب جدا والله، والداخليه بتتعب جدا، بس احنا ما بنعرفش انت احنا بنبقى نايمين يا استاذ تامر في البيت وهم تحت في الشارع معرضين للقتل، معرضين للضرب، معرضين لاي حاجه. ربنا يحمي الجيش والشرطه، هم حماه الوطن، وان شاء الله في الفتره اللي جايه نشوف مصر قد الدنيا. واحنا عايزين نعرف برضو ايمن كين يتمنى في الفتره اللي جايه يمثل قدام مين ويعمل دور ايه؟ والله انا اتمنى امثل قدام احمد عز، وادوار انا عايز انوع بقى، يعني عايز ايه العب دور الجان، الولد اللي هو ابن ناس اللي عايش الدنيا مش همه مش فارقه معاه، عايز العب الادوار دي، مش كله ضرب مش كله اكشن، لا مع ان انا بحب الاكشن، بس يعني ايه الواحد من كتر ما اتحط في قالب معين عايز يطلع منه ويغيره شويه. طيب انا هسيب بقى الاستاذ عبير تسالك اخر سؤال، لان احنا معانا طبعا كان نفسي اطول معاك اكتر من كده، معانا دقيقه ونختم الفقره. فالاستاذ عبير طبعا يعني سعداء جدا ان انت منورنا ومشرفنا في برنامجنا الجميل، برنامجنا اهل كايرو،
سعداء جدا بيك وسعداء جدا بوطنيتك الجميله. ونحب نقول لك لما كنتش فنان كنت تتمنى تبقى ايه؟ ظابط بصراحه يعني. انا اصلا كنت في الحربيه يعني، كنت في الحربيه بس ما حصلش نصيب. كنت في الحربيه وبعدين دخلت التنسيق العادي اللي هو الكليات. دخلت انا قلت لازم تكون فنان وطني، وانا سعيد بيك النهارده طبعا. واحنا قبل ما ننهي فقرتنا دي طبعا هنشوف طبعا الفقره الثانيه طبعا الفنان محمد عاطف مصفف الشعر، وهنشوف ليه بعض الرقصات، وهنشوف فاشن جميل وحديث برضو، شباب جميله. واحنا بنشجع الشباب ونشوف الصالون اللي موجود. عايز اقول كلمه قبل ما تختموا، ان انا نقول بشكر الاستاذ تامر بسيوني وبحبه جدا، وبشكر الاستاذ عبير طبعا خليفه، هم اصحابي على المستوى الشخصي، واهل كايرو طبعا بفريق العمل كله، الاخراج والمونتاج وكل الناس شباب كويسين وزي الفل وحلوين، وبرنامج الحمد لله كويس اتفرجت عليه كتير. ويا رب انا بكتب لكم التوفيق يا رب من عند ربنا. انا بشكرك النهارده ايمن ضيف النهارده وضيف في برنامجنا، واحنا سعداء بيك النهارده، ونتمنى لك التوفيق في الفترات اللي جايه ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.